البداية أحب أقول إن أنا فقدت صديق عزيز جدا وزميل وواحد من أهم الناس اللي أنا قابلتهم في حياتي. أستاذ دكتور مصطفى عامر الله يرحمه كان من الشخصيات الجميلة جدا اللي كانت عندنا في الجامعة. أنا شخصيا كنت بحس براحة نفسية شديدة جدا لما بتعامل معاه. كان متحمس دائما، وكان الحقيقة ذو مجهود وافر مع طلابه وعلى علاقات طيبة. أنا شخصيا كانت علاقتي بالدكتور مصطفى علاقة طيبة جدا. المرحوم أستاذ الدكتور مصطفى عامر كان الحقيقة نعم صديق، وأنا كان لي الحظ إن أنا قضيت معاه فترة طويلة جدا من أيام الشباب حتى لما وصلنا لهذا العمر. I have worked with Professor Mostafa Amer for around 7 years. He has been my father. He has been one of the best colleagues. He is and he was a role model for a professor. انا بدرس الكورسات بتاعت ماس 1 و 3 والدكتور مصطفى عامر يكمل الترم اللي بعده في ماس 2 و 3، فكنا دايما عاملين انا وهو زي تيم بيسلم مني ليه، فما كانش يبدا الترم الثاني الا لما ياخد مني فول ريبورت عن ايه اللي حصل في الترم الاولاني على اساسه كان بيكمل في الترم الثاني. كنا متفقين مع بعض بنسبه 99% except بس فور حاجة واحدة بس اللي هي كانت الفورمولا شيت. Do you want the formula sheet? Yes. If you would like a formula sheet, it is my task to let you not to use this formula sheet. It is my task to let you not to use this formula sheet. دكتور مصطفى عامر كان عنده موهبة التراخ. زي بالظبط الفرق بين واحد اتعلم لغة جديدة واتقنها بنسبة 100% وواحد اللغة دي هي لغته الأم. أنا رأيي الشخصي إن الماثماتكس كانت اللغة الأم بتاعت دكتور مصطفى عامر. His son called him a role model, and that is pretty much a good way of summarizing how I got to know him as somebody who is equally friendly and helpful and inspired with mathematics at the same time. I don't know if you've experienced this before, but for me it's just enough to speak to him for a couple of minutes and then all this passion and positive energy will just flow to you right away. فعلا بيهتم هو يسأل الواحد حتى في لو انا متضايق او عندي مشاكل شخصيه. He would actually have the time انه يقعد يسمع وممكن يدي فعلا نصيحه. دكتور مصطفى عامر was a great person. He had a lot of achievements and success in his life. He put a print on every one of us. كان راجل كويس قوي ربنا يرحمه. أكتر الناس المحترمة اللي قابلتها في حياتي. عمري ما هنساه فعلا. مصطفى عامر يعني ذاكرته مش هتنحي من الإيمان. أحسن الدكاترة اللي عدت عليها في الجامعة. ربنا يرحمه إن شاء الله ويعني يجعل مثواه الجنة إن شاء الله.